مساء الفل والسعادة والخير والسلام والرحمة والحب وكل حاجة حلوة. مساء الفل عليكم أعزائنا المشاهدين، وحلقة جديدة في برنامجكم حلوة الدنيا مع سونيا. النهاردة لسه على الفالنتين اللي هو عيد الحب يومين، اللي هو يوم الخميس النهاردة الثلاث، تمام كده؟ طيب عشان نفرح بعيد الحب قلت أعمل لكم النهاردة حلقة بعنوان تعرف إيه عن الحب؟ ده عنوان حلقتنا النهارده. مبدئيا كده قبل ما ابتدي الحلقه عايزه اطلب منكم طلب بسيط، يا ريت النهارده اللي يسمعونا القلوب الطيبه الجميله اللي بتحب اللي بتعرف الحب اللي بتعرف عندها مشاعر، والنبي الناس الوحشه والحاجات دي ادخلوا ناموا. يعني بجد ريحونا وادخلوا ناموا، عشان في ناس كده ما بنبناش منها غير كم كلمه كده تقال على كم تصرف مش ظريف على كم تريقه على مش عارف ايه الحاجات دي. ريحونا منكم خالص النهارده، خلوا عيدوا الحب لاهل الحب، تمام؟ ده مبدئيا كده قبل ما نتكلم كده ونقول كده نفتتح الموضوع يعني، خلاص؟ طيب هنتكلم النهارده عن عيد الحب بشكل تاني خالص، هنغير كده مفاهيم عيد الحب اللي احنا بنصحى من النوم نلاقي الدنيا كلها لونها احمر، دباديب وورد وقلوب وتلاقي الناس واقفه في اشارات المرور وعلى الرصيف كده، والنبي للهانم والنبي للبي والحاجات دي، والنبي لصاحبك لصاحبتك لخطيبك لمراتك لجوزك. لا، النهارده في عيد الحب هنتكلم على حاجه تانية خالص، عن حب اي حد بيحبك، اي حد حاسس انه بيحبك قوي. يعني احنا السنه دي هنحتفل بالناس اللي بتحبنا وبس، كل الناس اللي بتحبنا وبس. اكتر ناس بتحبنا مين؟ اكتر ناس بتحبنا مامتنا وبابانا واخواتنا وعيلتنا وجيراننا واصحابنا، الناس اللي مفيش بينا وبينهم مصالح، الناس اللي مش بيعرفوك عشان مصلحه ولا عايزينك حاجه. ياه على جمال الناس دي، اما حد يحبك مش عايز منك حاجه، هو بيحبك كده لشخصك لحالك، حتى لو ما خدش منك اي مصلحه، في كل الظروف بيحبك، وانت تعبان بيحبك، وانت بتشتغل بيحبك، وانت مش بتشتغل بيحبك، وانت قادر تعمل له حاجه بيحبك، وانت مش قادر تعمل له حاجه برضه بيحبك. لو الناس دي هي دي الناس اللي تستحق يوم عيد الحب تجيب لها هديه او من غير هديه، قول لها كل سنه وانت طيبه. اوعوا تقولوا لحد كل سنه وانت طيب، تأديت واجب. لو انت مش حاسس بقيمه الكلمه دي والاحساس ده والمشاعر دي ما تقولهاش لحد. ده الجديد السنه دي في عيد الحب، ده اللي انا هقوله لكم السنه دي جديد في عيد الحب. خلينا بقى نعرف الحب على اصوله، كفايه بقى رياء وشويه نفاق كده ونقعد نتجمل ونعمل الواجب اللي علينا وحاجات كتيره قوي. مش لازم الزوج لزوجته والزوجه لزوجها، هو ده اساسي يعني، ده حاجه لطيفه لو موجوده، لكن ايه المانع في عيد الحب انك تجيب لصاحبك هديه في عيد الحب، وانت تجيبي لصاحبتك هديه في عيد الحب، وانتوا زمايل في الجامعه تجيبوا هدايا لبعض وتزودوا المحبه. الحاجات دي بتزود المحبه، بتزود المحبه، تهادوا تحابوا. انا جايبه هديه، بص طبعا هم حاقدين عليا. عايزه اقول لكم النهارده حاجه جميله قوي، طبعا انا فكرت في حاجه جميله قوي، ملوش حد يجيب له هديه في عيد الحب، يجيب لنفسه. انا النهارده جايبه الدبدوب ده، جايبين الدبدوب باين صح، والقلوب والحاجات الحلوه دي انا اشتريتها ليا النهارده، وقلت لنفسي كل سنه وانا طيبه، وفرحت نفسي وشربت فنجان قهوه كده وقعدت ابص للدبدوب ده. الدبدوب ده قيمته عميقه جدا على فكره، هقول لكم حكايته في الحلقه النهارده، ايه مزايا الدبدوب ده وازاي نتعامل معاه بطريقه حلوه قوي. حلوه قوي ان احنا نحب نفسنا، دي انانيه؟ لا مش انانيه خالص. دايما لما حد يقول لك انا بحب نفسي يقول لك اناني، والله ما اناني. انت لو حبيت نفسك هتحب الناس كلها، انت لو حبيت نفسك صح هتعرف تدي الحب ده للناس كلها، انت لو حبيت نفسك هتعرف تحب اهلك وتحب مراتك وتحب اولادك واصحابك وجيرانك وكل حاجه حلوه. لو ما حبيتش نفسك مش هتعرف تحب حد. يبقى مبدئيا عيد الحب اول حاجه نحب نفسنا الاول. نحب نفسنا ازاي؟ انت نفسك يتعامل معاك ايه؟
يعني انت نفسك في ايه؟ في هديه؟ روح جيبها لنفسك، ما تستناش حد يجيبها لك. ايه يعني ما تجيب لنفسك ورده ولا دبدوب ولا؟ انا كنت سعيده قوي على فكره النهارده وانا بجيب لنفسي الحاجات دي، فرحانه قوي. وبعدين قابلني موقف كده غريب قوي، يعني انا معديه في اشاره مرور، فالحاجه محطوطه جنبي على كرسي العربيه، ففي واحده يعني محتاجه واقفه بعلبه مناديل في الاشاره، فبتبص على الدباديب والقلوب دي، ولقيتها ضحكت قالت لي كل سنه وانتي طيبه. قلت لها وانتي طيبه، ف بديها اللي فيه النصيب، فلقيتها بتضحك وجايه تاخد الفلوس. بقول لها ايه، هو انا لو قلت لك تاخدي قلب من ده ولا تاخدي ايه؟ قالت لي القلب. انا استغربت جدا، قلت لها لا بس الفلوس هتنفعك اكتر. قالت لي اه انا محتاجه الفلوس. قلت لها اه. قالت لي بس حاجه منك كده حلوه عشان انتي بشوشه وبتضحكي في وشي. يا على المحبه، يا على الحب. يعني هي انا متاكده انها كانت محتاجه الفلوس اللي انا عايزه اديها لها، بس هي فضلت انها تاخد منك ذكرى، حاجه تحس انها شخصيه، حاجه مش هتنتهي. يعني هتاخد قلبي هديه كده، كل ما تشوفه هتفتكرني. عشان كده تهادوا وتحبوا ليه الهديه ليها مفعول حلو، وخصوصا دايما اقول هاتوا الهدايا اللي هي بتعيش معاك، بلاش تجيبوا الهديه اللي هي اللي بتهلك، اللي هي شوكولاته ومش عارفه ايه. لا، جيبوا هدايا ذكرى، اللي هو كل ما تشوفها تفتكر انت جبتها امتى وازاي وفين ومين جابها لك وعلاقتك بيه ايه. طب اقول لكم حاجه حلوه قوي، ليه تهادوا تحبوا؟ لان ساعات تبقى زعلان من حد وما تشوف الهديه بتاعته تتكسف، تقوم تكلمه وتصالحه في يوم من الايام افتكرني. بس الهديه مش قيمه يا جماعه، مجرد ان انا افتكر حد. يعني ما حد كان يجيب لي هديه دايما اقول له كفايه انك افتكرتني، يقول لي مش قد المقام، اقعد اضحك. هي ايه الهديه اللي هي قد المقام؟ ما هو انت مقامك عالي جدا، اي حد انت بتحبه لو جبت له مال الدنيا وكنوز الدنيا مش هتكفيه، لان انت عايز تجيب له العالم كله. فاحنا بنجيب حاجه رمزيه مش بالقيمه، ممكن تبقى اقل هديه في عيد ميلادك، في اي مناسبه، في عيد جوازك، هي اغلى هديه عندك، لان فلان ياه هو افتكرني. اه فلان البعيد ده افتكرك وجاب لك حاجه حلوه. شفت الهدايا حلوه ازاي؟ عشان كده يقول لك اجيب لها هديه ويفتكروا ان الهديه قيمه. لا، لو قلم، لو ورده، اي حاجه. اي بلاش ورده يعني، وبلاش ورد صناعي كمان، لان الصناعي ده بلا حياه، حاجه ملموسه يعني، حاجه كده تفضل فاكرها وشايفها قدامك وتفتكرها، صوره جميله، ذكرى حلوه. ده اللي انا بقوله لكم النهارده في عيد الحب. اول حد هنقول له كل سنه وانت طيب مين؟ نفسنا. دي أنانية؟ هرجع تاني الكلام كأننا بنسمع على بعض. لا، مش أنانية، ده حب. أنا لازم أحب نفسي وأهادي نفسي وأقدر نفسي وأهتم بنفسي وأدي لنفسي كل كلام الحب والجمال والمشاعر وكده. وساعات على فكرة بطبطب على نفسي كده، والله على فكرة الحركة دي بتحبك قوي قوي. إيه، ما تحضن نفسك وتطبطب على نفسك كده كتير، بعملها. اعملوها دايما. لما تلاقي نفسك زعلان ومستني حاجه من حد، طبطب على نفسك كده وقول ما تزعلش، ما تزعليش. هتلاقي نفسكوا بعدها ارتحتوا قوي، محدش هيحس بيه غير نفسك. اكتر حد هيحس بيك نفسك، اكتر حد هيطبطب عليك نفسك. اما تعمل كده مع نفسك هتعرف تعمل ده معانا احنا. لازم كل ده يبقى حلو وجميل كده وابيض ونضيف وما فيهوش اي شوائب عشان نعرف ندي ده للاخرين. تعالوا نروح الفاصل ده، اغاني حب بقى وكده وعيد الحب وحاجه جميله كده، وشوفوني مباشر على اليوتيوب دلوقتي وعلى صفحتي. شوفوا التعليقات اللي انا او الاهداءات اللي انتوا عايزين تبعتوها النهارده لاي حد بتحبوه، عايزين تقولوا له ايه وانا هقول لها او هقولها، والتليفونات اللي باينه على الشاشه كلموني عليها عشان استنى النهارده تعليقاتكم وكلامكم عن الحب في عيد الحب كله. ورجعنا تاني اعزائي المشاهدين حلقتنا النهارده تعرف ايه عن الحب. ليه بقى قبل الفاصل قلت لكم لو ما لقيتش حد يقول لك كل سنه وانت طيب، طبطب على نفسك وجيب هديه لنفسك، و يعني ايه، وزي سعيد صالح كده في العيال كبرت واضرب الجرس واشرح لنفسك وعمل فسحه واعمل كل حاجه لنفسك، اعمل كل حاجه لنفسك حلوه. ليه انا بقول لكم كده؟ لان بقالي شهر الناس بتستعد لعيد الحب، فمنزله بوستات كتيره قوي تريقه. ما تنساش من دلوقتي
تستعد يوم عيد الحب ان ابو صديقك ان شاء الله هيتوفى عشان تهرب من هدية مراتك. ما تنسيش وانت مش عارفة بتجيب هدية ايه تقول ان حصل ايه عشان ما تجيبش هدية مراتك. الناس اللي الست اللي بتطلب هدية في الفالنتين قول لها مش عارفة ايه، اصل الله يرحمه كان ايه وانت كنت تعرفي الفالنتين فين. تريقة تريقة وتهريج، احنا مش محتاجين هدايا. اللي بتيجي بالطلب او المشاعر اللي بنطلبها ملهاش قيمة ومش محتاجينها، وخليها عندكم مش محتاجينها ومش عايزينها. احنا قادرين نقدر نفسنا كويس قوي وقادرين نسعد نفسنا كويس قوي، انما عشان نتريق ومرغمين. الراجل اللي مراته جابت له هديه في عيد الحب وقال لها انت تافهه قوي، انت ايه التفاهه اللي انت فيها دي وهي عيني جايبه الورده يعني مش متكلفه كتير، انت بتصرفي فلوسك في كلام فارغ، هي بتديك حضرتك مشاعر مش بتديك ورده. تمام. الست اللي مستنيه هديه من جوزها في عيد الحب وجاب لها هديه رخيصه، ايه ده؟ ده فلانه جايب لها هديه غاليه قوي، انت ايه الهديه اللي انت داخل عليا بيها دي؟ الهديه حبيبتي في قيمتها مش في الهديه اللي جايه لي. حلو قوي اني يفتكرك. هو المفروض ما يفتكرنيش؟ لا، بس هو قدرك، ممكن يقدرك في اي مناسبه ثانيه غير عيد الحب، بس مش ده المعيار ولا ده المقياس اللي تتريقي عليه وتقولي له انت مش جايب لي هديه قيمه. الهديه بمشاعرنا، بحد افتكرك او حد افتكرك. طيب ده اللي خلاني النهارده بعد كميه التريقه الكتيره قوي على عيد الحب اقول لكم قدروا نفسكم ومش مستنيين هديه من حد. واحنا لو جات لنا هديه اوكي هنبقى فرحانين جدا وهنبقى سعداء وهنبقى كويسين وحلو دوب ورد وحاجات كده. ما جاتلكش هديه ما تطلبهاش، الحاجه ما بتطلب بتبقى سخيفه ورخمه وملهاش اي معنى. اما تطلب الحاجه من حد مش فاكرك اصلا انت ما عملتش انجاز هاتولي. موقف في حياتك كده، حد نسي يجاملك في حاجه، حد نسي عيد ميلادك، حد نسي يجيب لك هديه، حد نسي اي حاجه وانت قلت له ما يصحش ومش عارف ايه وكده، راح جاي بعدها جايبها لك وجاي، فقد قيمتها. ما تطلبوش الحاجه، اللي مش حاسس بحاجه ما تطلبهاش منه ارجوكوا، وحش قوي على كرامتنا. طيب بمناسبه الكلمتين الحلوين اللي انا قلتها لكم دي، في صديق البرنامج استاذ هيثم حلمي بعت لي موقفين بيقول لي ارجوكي عايزك تقوليهم حاجه كده برضو عن الحاجات المتاخره والحب والحاجات دي هقولها لكم. اول حكايه بيقولها لي، في بنت اتخطبت لمده سنتين بالظبط، كان فاضل على كتب الكتاب 13 يوم، فجاه بدون اي مقدمات قررت انها مش هتكمل وقالت لاهلها مش عايزاه. كل اللي حواليها بيسألوها على السبب وهي راضية، مش راضية حتى توضح فيه ايه، لحد ما في الآخر اعترفت وقالت ما ادانيش أي حاجة في وقتها، بيطمن عليا بعد ما خف، بيسأل عن امتحاناتي الصعبة اللي أنا مرعوبة منها وحكياله عليها بعدها بأسبوع، هدية عيد ميلادي حتى بتيجي متأخر، كل حاجة كنت بشوفها منه كانت باردة وفاترة وملهاش أي طعم. حاجة متأخرة ملهاش أي معنى، فسابته. مبرر تافه؟ لا مش مبرر تافه، لان انا مش مستنيه عريس وخلاص، انا باكل وبشرب وبنام، مش مستنيه واحد ياكلني ويشربني وينيمني وخلاص. انا لما كنتش اتجوز واحد فاكرني او 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 حد حاسس بيا او بمشاعري خلاص يبقى هتجوز ليه؟ خليني قاعده ببيت بابا. هي صح، هي انسانه صح، هي فهمت الموضوع بدري. في ناس بقى بيحصل لها الموضوع ده بدري وكمل العلاقه، تقول لك بعد الجواز هيتغير، ودي الماساه اللي بنقع فيها كلها، ما حدش بيتغير. اللي اتعود يجي لك كل حاجه متاخره قبل الجواز وبعد الجواز، هو في حياته كده. هتلاقي في كل حياته على فكره كلها متاخره، حتى مواعيده كلها متاخره. يعني هو في حياته حتى بيروح المحاضره متاخر، المكان طالب، بيروح المدرسه متاخر، دايما اللي متاخر في كل حاجه متاخر دايما في مشاعره كمان. ماشي. نيجي بقى للحكايه الثانيه، برضو مش هدي الدبدوب لحد، هما كلهم طبعانين في الدبدوب طبعا اللي انا جايباه، انا بجيب هدايا لنفسي، جيبوا انتوا لنفسكم وتبسطوا كمان. الحكايه الثانيه، نيجي لواحده ثانيه متجوزه وفي يوم حصل مشكله بينها وبين جوزها، وصلت المشكله دي انهم فضلوا متخاصمين، فضلوا مخاصمين بعد 4 ايام بحالهم، هما متجوزين اصلا في محافظه ثانيه بعيده عن اهلها. وفي يوم خصامهم نزلت تشتري حاجات ليها من مكان جنبهم، هي كانت فاكره انها عارفه الشوارع كويس، نزلت واشترت ولفت كتير والمفروض مروحه بقى، معرفتش هي فين، بتبص حواليها
مش عارفة أي محل ولا مألوف ليها أي يافطة أو عنوان، تروح هنا تروح هناك، مش عارفة ترجع تاني وتدخل من أي شارع، بتوه أكتر. قامت واقفة في مكانه وفضلت تعيط، وطلعت تليفونها واتصلت بمين؟ بجوزها. رد عليها وقال لها انت تايهه ومش عارفه ردت عليه وقالت له انا تايهه ومش عارفه انا فين ولا عارفه اعمل حاجه، وده كله طبعا وهي عماله تعيط. قعد يقول لها اهدي بس انا معاكي اهو، اسالي اي صاحب محل عندك واعرفي منه اسمه عشان اعرف اجيلك يا حبيبتي، اطمني انا معاكي ومش هسيبك ومش هقفل الخط وجاي لك دلوقتي حالا. وبعد لف كتير وصل ليها وشافها وجري عليها، وهي من الخوف ما كانتش مصدقه ان هو، وبعد ما استوعبت قامت معيطه ومستخبيه فيه. عدى كام سنه على الموقف ده وهي مش ناسياه، بتقول ان كل ما شطاني والزني انكد عليه قلبي ما يطوعنيش، وتيجي في بالي صوره الوقت اللي كنت عاوزه فيه امان وكان هو اماني وحمايتي. في ثقافه اسمها ثقافه الوقت، حاجه معينه عاوزينها في الوقت ده، لو اتاخرت لحظه واحده عن حاجتنا عن وقت احتياجنا ليها مش هنعوزها. كل حاجة ليها وقتها، كل حاجة حرفيا، الإحساس والكلمة والمعايدة والطبطبة والنظرة. زي ما الحاجة الساقعة لو سخنت مش بيبقى لها طعم، وزي لما الدواء بيجي متأخر ما بيبقاش ليه فايدة ولا بينفع، وزي الجدعانة اللي لو ما ظهرتش في الشدة مش بتبقى جدعانة. كل حاجة وتوقيتها، ولو خرجت عن التوقيت دي بتفقد قيمتها. يا أستاذة، الحب هو الأمان، الحب هو الأمان. دي كانت الحكايتين اللي اداهم لنا وقال لنا عليهم أستاذ هيثم. فعلا التوقيت، التوقيت المناسبة، التوقيت ووقت المناسبة، وإن الحاجة نفهمها من نفسنا عشان تعرف أهمية الناس اللي حواليك، شوفهم هيفتكروك ولا لا، عشان تعرف مين اهم واحد ليك او مين عندك في ذاكرتك عارف ان هو اول واحد بتلجأ ليه، امسك موبايلك وكلمه. صدقني اول واحد بتكلمه ده في اول ازمه هو اقرب واحد ليك، هو اقرب واحد انت عارف ومتاكد ان عمره ما هيسيبك. هو ده عيد الحب السنه دي، حب مشاعر احساس صادق. اللي بطلبه منكم في الحلقه دي او في عيد الحب ده، ان احنا نتخلص من كل المشاعر اللي ملهاش لازمة. احنا عاملين لود على نفسنا كبير قوي بناس ملهمش لازمة في حياتنا، ناس عمالين ندلهم ندلهم ونعمل لهم، وبتيجي في وقت احتياجك ليهم ما تلاقيهمش، ونيجي على نفسنا ونقول ايه معلش. لا مش معلش، على قدر الناس اللي بتديلك ادلهم. ارجوكوا غيروا من مفهوم ان احنا نفضل كويسين على طول، لان انت عمال تجرح في نفسك وتشرط في نفسك وتعور في نفسك، هتيجي في وقت مش هتلاقي نفسك، هتلاقي نفسك بتقعد على الارض مش قادر رجلك تشيلك، لانك جيت على نفسك كتير قوي. ما تجيش على نفسك كتير قوي، هرجع تاني اقولها لكم، ادي لكل واحد قدره، اللي يتصل بيك اتصل بيه، اللي يقف معاك في وقت الشده اقف معاه، اللي ما يقفش معاك ما تقفش معاه، اللي ما عندوش مشاعر ليك ما تشلوش مشاعر، ما تحاولش وتعافر وتعمل مجهود، والله ما يستاهل، والله ما ليها طعم، والله وحش قوي. اللي تقعد والنبي يقول لي بحبك، والنبي يقول لي بحبك، والنبي يقول لي وحشتيني، ان شاء الله ما قلت، ان شاء الله ما قلت. ايه التسول العاطفي ده؟ حلوه التسول العاطفي دي، كلمه جميله بس عجباني قوي. التسول العاطفي ده ما تستعملوش، عارفين ان احنا بنبص للمتسول انه ما تروح تشتغل يا اخي، بص احنا بنبص له بصه مش لطيفه ازاي؟ كذلك انت ما بتستجدي مشاعر حد، والنبي يقف جنبي، والنبي تعالى زورني، والنبي انت ما جيتليش في المستشفى انا تعبان، والنبي انا كنت عايزك تيجي معايا المشوار ده، وانت ما تقولوش اصلا، خساره في انك تقول. الايام بتدور وبتلف ومسيره هيحتاج لك، والله انت اصلا بقى حابب تبقى كويس معاه عادي، مش عايز تبقى كويس معاه عادي، بس المهم ما تعملش لود على نفسك انك لازم، لا مش لازم. تعالوا نطلع تاني فاصل، عشان عجباني قوي الاغاني النهارده اللي موجوده معانا، عشان كلها عن الحب والحاجات دي، وانا جايبه لنفسي زي ما بقول لكم دبدوب حلو كده وفرحانه بيه. تعالوا نطلع الفاصل ده ونرجع تاني في حلقه تعرف ايه عن الحب. فاصل ونرجع تاني، واستنونا وحلوه الدنيا مع سونيا. مستعد يعيش معاك حياتك بكل تفاصيلها بحلوها ومرها، شخص يبقى سندك وابتسامتك، شخص كرامتك من كرامته، حد بيخاف من جرحك ولو بكلمه،
حد بيخاف عليك أكتر من نفسك، حد بيفضل جنبك في كل تقلبات حالتك المزاجية. رجعنا تاني اعزائنا المشاهدين وحلقتنا النهارده من حلوه الدنيا مع سونيا بعنوان تعرف ايه عن الحب، بتفكرني بسعيد صالح تعرف ايه عن المنطق. طيب النهارده ما قلت تعرف ايه عن الحب، جالي تعليقات طبعا على صفحتي، اصحابي الاصدقاء المخلصين الحلوين اللي متفاعلين معايا دايما مع برنامجي، صديقي الجميل عادل بشير بيقول الحب الله كلمه حلوه قوي ومضمونها عميق، تعرفي يا سونيا بعض الاحيان القسوه بتكون حب،
والعتاب طبعا حب، ده حتى بيقولوا طول ما انت بين الناس محبوب تبقى غالب مش مغلوب. لو اتكلمنا عن الحب هنقول كلام كتير، بس طبعا في وجودك لابد ان نكون منصتين كي نرى اجمل وما قيل في الحب، لان بجد انت انسانه نقيه القلب والجوهر. ميرسي عادل. اما بخصوص رسالتي فانا حابب اقول لكل الناس القريبه من قلبي بجد بحبكم من كل قلبي، دمتم لي اجمل وانقى ناس. وطبعا لو ينفع كنت حطيت رقم تليفون عشان تتصلي بنفسك وتقولي لها انك اجمل واجدع واخت وصديقه عرفتها سنيا الحبه. ربنا يخليكي عادل، وانا بعزك، انت انسان جميل الله يكرمك. بص بقى، فتحي محمد بيقول لزينات وياسمين وشيرين انتم اللي طلعت بيكم من الدنيا يا نور عيوني. الله يخليهم لك يا رب ويسعدكم. فتحي محمد برضو بيقول وحبيبي فتحي عايز اقول كل سنه وانت جنبي وانت روحي وحياتي واحلى هديه ربنا بعتها لي، وانا بحبك قوي ونفسي تقولي له خاف على زعل مياده عشان هي اختارتك وفضلتك عن ناس كتير، وعايزه تنزلي اهداء بعد ما تقولي رسالتي من حبيبتك مياده يا فتحي اغنيه بحر الغرام لكاريكه، وهنا لان الاغنيه دي بحبها. معلش طولت على حضرتك بس انا حبيت اعملها له مفاجاه لو سمحتي عشان بيتفرج على الحلقه. اغنيه يا احمد شوف لو تقدروا تنزلوها له، اغنيه بحر الغرام لكاريكه. معلش قدرنا ما قدرناش عشان خاطري انا بهدلهم كل اغاني الحلقه النهارده كلها اغاني حب جميله. مين تاني بقى؟ استنوا عشان نفتح الرسائل. ملك احمد على صفحتي. ملك صديقه جميله للبرنامج انا بحبها قوي، في عيد الحب كل سنه وانت طيبه يا ملك. بتقول الحب حاله لا يفهمها الا المخلصون، الحب وطن لا يتعايش فيه العاشقون، الحب ليس فقط كلمه نرددها، الحب مواقف افعال مش شرط بين المحبين. راح اكلمك عن حب الاهل وموقف حصل شخصيا معايا، وهو حب ابويا ليا وخوفه عليا وعلى اولادي رغم اني كنت متزوجه ومنفصله. عمره ما حسسني ان حملي تقيل ولا عار زي ما بيسموا المطلقه حاليا، لا جنبي وساعدني واحتواني انا واولادي رغم كبر سنه. ما بيتحمل علينا شيء، حب مش راح يتعوض ولا شفته قبل كده حتى وانا معاهم قبل الزواج. حب البناتي وتشجيعهم للافضل، كم العطاء والحنان ووقفته جنبي باصعب الظروف، هو ده الحب. دكتور هي دي الحياه اللي كلنا محتاجينها، الحب والرعايه والاحتواء مش مجرد كلمه. بهدي كلمه انا بحبك لابويا وبقول له ربنا يخليك ليا وياخد من عمري ويعطيكي اغلى اب بالدنيا. يا ملك اجمل رساله جات لي النهارده، حب الاب العظيم. انا بالنيابه عن ملك لو انت سامعني انت اب عظيم وفاضل، الاب اللي يحتوي بنته في زي كده بالطريقه دي وولادها. بجد كل سنه وانت طيب، عيد حب سعيد عليك يا رب، ربنا كده دايما نشوفك باحسن صحه وحال يا رب. معانا اتصال. صفاء الخط قطع، حاولي تتصلي تاني بينا يا صفاء. النهارده عايزه اتصالاتكم وكل اللي عايزين تقولوا لهم كل سنه وانت طيب في عيد الحب، قولوا قول لامهاتكم ولباباهاتكم ولولادكم. انا عايزه النهارده بقى قبل عيد الحب اللي هو يوم الخميس ابعت رساله. لو هنقول كل سنه واحنا طيبين وهنقول عيد حب سعيد، افضل رساله حب اول حاجه في حياتنا حب ربنا. انا بحبك قوي يا ربنا، انا بحبك قوي يا ربنا، بحبك على كل حاجه عملتها حلوه معايا، بحبك على الستر وبحبك على الصحه، بحبك على سترك ليا ولولادي ولعيلتي، بحبك على النعم الكتيره اللي انا فيها. انا عارفه ان انا مقصره، انا عارفه ان انا مقصره في حاجه كتير، لكن انا عارفه انك عفو رحيم غفور. عارفه يا رب ان رحمتك سبقت عدلك، وان احنا هتسامحنا بالرحمه ان شاء الله. بحبك يا ربنا، بحب اقولها كل يوم اصحى من نوم الصبح وكل يوم قبل ما بنام، بحبك يا ربنا، بحبك يا ربنا، وبدعي انك تكون راضي عني. يا رب تحسن خاتمتنا جميعا، يا رب نبقى كلنا كويسين، يا رب نبقى كلنا بصحة وستر، يا رب كلنا حلوين ومصر جميلة ونفضل في ستر، نفضل كلنا في ستر وفي أمان. دي أول كلمة حب بحب أقولها. تاني كلمة أحب أقولها لأبويا الله يرحمه، لو هو حاسس بيا أو لو روحه حاسة بيا، افتقدتك يا أعظم أب في الدنيا، بحبك يا أجمل أب في الدنيا،
الله يرحمك ويغفر لك. الرسالة اللي بعد كده بهديها لأمي: كل سنة وانت طيبة يا أجمل حب في حياتنا، كل سنة وانت طيبة وانت دايما منورة حياتنا دايما كده ومفرحانا، كل سنة وانت طيبة وانت دايما أكتر حاجة كنت بتكلمين عليها دايما العطاء. كنا نقعد نضحك نقولك يعني ايه يا ماما العطاء؟ تقولي العطاء الحب عندي عطاء، يعني أفضلكوا عن نفسي، يعني أفضل كل حاجة ليكوا قبلي. هو ده اللي اتعلمته من أمي الجميلة. كل سنة وانت طيبة، أنا بحبك قوي زي ما انت بتحبينا كمان وأكتر. رسالتي اللي بعد كده بهديها لولادي محمد وإسلام وأحمد، بقول لهم كل سنة وانتوا طيبين، كل عيد حب وانتوا طيبين، فرحتي ان انتوا بتحبوا بعض، الحمد لله يا رب دايما بتحبوا بعض. كل سنة وكل صحابي طيبين، كل سنة وجيراني وعيلتي وكل الناس اللي أعرفهم طيبين في عيد الحب. ابعتولي زي ما أنا خدت الفرصة إن أنا أبعت لكل الناس اللي بحبهم رسالتي النهاردة في عيد الحب، كمان أنا بديلكوا الفرصة دي، اتصلوا بيا. قناة شغالة دلوقتي مباشر على اليوتيوب، هستنى تعليقاتكم وإهداءاتكم. ومن الرسائل اللي جات لي على اليوتيوب دلوقتي حالا على البث المباشر، حسام حسني بيقول: أنا مذيعة حلوة. الله يخليك يا حسام، ميرسي يا رب. اللهم أحسن خلقي كما أحسنت خلقي. محمد بقى بيقول لدينا رمضان خطيبته: حب كل سنة وانت طيبة، كل سنة وانت طيبة يا دينا، يا رب عقبال مليون عيد حب. محمد حب يبعت لك النهاردة الرسالة دي على الهواء، واحنا كمان بنبعتها لكم، بنقول لكم كل سنة وانتم طيبين، يا رب يا رب حياتكم تكون حب، يا رب حياتكم تفضل مبنية على الحب. يا رب يا محمد ابقى عارف ان الحب مش كلام، افعال يا محمد. واحنا بنقول كلام الحب ده، افعالنا وتصرفاتنا تدل على هذا الحب. دي نصيحتي ليكوا قبل الزواج، مادام بتحبوا بعض هتعدوا لبعض كل حاجه، مادام بتحبوا بعض هيقابلكم مصاعب كتير، الدنيا مش حلوه وظريفه وهنتجوز وهنشوف القلوب والدباديب، لا هيقابلنا حاجات كتير قوي، هيقابلنا اولادنا ومشاكلهم وتعبهم ومدرستهم ومشاكلنا والشغل والحاجات والظروف الاقتصاديه، وممكن يبقى معانا وممكن ما معناش، كل دي مراحل كلنا بنعدي بيها، مش انتوا اول ناس هتعدوا بيها. الشاطر او الشاطرين او اللي بيعيشوا حياه حلوه اللي هم بيحبوا بعض فبيضحكوا حتى في كل ازمه، بيضحكوا عشان تعدي، بنحب بعض فبنبلع لبعض كل حاجه. دي هديتي ليكوا بقى، بدل ما انت اهديتها كده هديه حلوه في عيد الحب، انا حبيت اهدي لك الهديه دي انت وخطيبتك. طيب النهارده لسه بنتكلم على تعرفوا ايه عن الحب. طيب النهارده حد طلب مني حاجه كده، استنوا على الصفحه، ما قال لي كلمي على حاجه عن الحب برضو. قال لي الغيره في الحب، هل الغيره دي انانيه؟ ارجوكي اتكلمي عنها. هي الغيره بتبقى انانيه لو وصلت لمرحله معينه، يعني الغيره اللطيفه حلوه، يعني انا مثلا هبقى متضايقه لو انا جوزي او خطيبي وكده ما غيرش عليا، عادي مش فارقه معاه، حد يضايقني، حد يبص لي، حد يعكسني، اي حاجه، حد يقول لي كلمه حلوه مش فارقه معاه، لا هتضايق تمام. لا عايزه نسبه غيره، لا يقول لي لا معلش فلان ده انا متضايق منه مش عايزك تكلميه، بتضايق ما بيتكلميه، بنحب احنا الحركات الحلوه دي تمام، دي غيره مقبوله. ولكن الانانيه ان الموضوع يزيد عن حده، اللي هو انت قلتي له ايه، هو قال لك ايه، هو بيتكوا ايه، هو إيه؟ دي مش غيره بقى كده، دخلنا في مرحله الشك، ومرحله الشك دي بدايه دمار اي علاقه، مادام خلاص شكينا يبقى احنا بنذبح وبننهي علاقه الحب بايدينا. عرفنا الفرق بين الغيره لما تكون لطيفه وحلوه والغيره لما تكون رخمه، دي الغيره الرخمه. كان مين اللي قال لي كده؟ كريم محمد. عن الغيرة زو هي امتلاك ام الحب ام انانية؟ طيب اشوف بقية رسايلكم. ميرسي على كل الكلام اللي انتوا بعتينه لي، بجد انا اللي بشكركم. وسام السيسي ميرسي ليك على كلامك الجميل، ربنا يخليك. تاني بالتوفيق ميرسي. واحد بقى، مين بقى؟ ميلاد بيقول لي ايه؟ الرسالة ظريفة قوي. الحب هو واحد بيحب واحدة فتاخد كل فلوسه وتسيبه مفلس فيقع وما يحطش منطق.
وائل ممدوح بيقول لي الصراحة كلامك صحي جدا في الحلقة، التسول العاطفي عيني على الدبدوب. على فكرة الدبدوب ده بتاعي وأنا جبته ومحدش هياخده، ها أظن الكلام مسموع، ومحدش هياخد الدبدوب ده لأن أنا حبيت أقول لنفسي النهاردة كل سنة وأنت طيبة، وحبيت أقول أطبطب على نفسي ما لقيت التعليقات الجميلة قوي والبوستات التريقة اللي على الفيسبوك، اللي هو هنعمل هنخترع بقى حاجات بقى يوم عيد الحب ونقول وراه. انتوا مش محتاجين تخترعوا ولا تقولوا اي حاجة خالص، اهو اللي ما يقولكوش حاجة قولوها لنفسه، اللي ما يجيبلكوش حاجة احنا حلوين نروح نجيب اللي احنا عايزين، اللي نفسك فيه روح هاته. طبطب على نفسك كده واسمع. انا النهارده والله جابت دبدوب والقلوب دي وقاعده في العربيه، قعدت اسمع اغاني حب بقى ام كلثوم وعبد الحليم واجيب الاغاني ومعليه الصوت، وعملت النهارده فالنتين مع نفسي كده قبل ما اجي لكم الحلقه. طيب ناخد فاصل، ناخد فاصل، ناخد فاصل. طيب تعالوا ناخد فاصل وبعدين هنرجع تاني اكلمكم بقى على حب حاجات كتير قوي. غير حد يتصل؟ ماشي يلا يلا. البث المباشر على اليوتيوب، فرحانه بتفاعلكم معايا. ملك احمد بتقولي انا بحبك قوي يا دكتوره سونيا. انا مش دكتوره بس انا سونيا بس من غير دكتوره يا ملك، وانا بحبك جدا جدا، صديقه جميله للبرنامج، وسلامي لبابا بجد، كانت رساله تستحق ان احنا نقولها النهارده. قولي لبابا كل سنه طيب. ياسر محمد بيقول لي الو الو. لا الو بقى اتصل على الهوا، مش الو على الـ على الـ على اليوتيوب. ياسر فوزي بعت لي تهنئه، ماشي، بمناسبه عيد الحب. بمناسبه عيد الحب اهدي باقه ورد لمراتي، بحب اسمع اغنيه عمرو دياب حبيبي يا نور العين. انا نفسي والله يا ياسر، يعني لو انت قلت لي من بدري كنا جهزناها، بس احنا بنهديها كل اغاني الحب. هو في الشغل، هو في شغله. والله انا بحييك من مكانك اللي انت بتقول عليه ده، وربنا معاك يا رب وربنا يحميك. عايزه اقول لمراتك، هو بعت لك رساله جميله في عيد الحب بجد، وهو بعيد وحاسس بيكي، وبعت لك اغنيه حبيبي يا نور العين كمان. انا بحب الرسائل دي قوي على فكره، يعني ميرسي، ربنا يسعدكم يا رب، وربنا يخليكم تحبوا بعض كمان وكمان. بصي، هو اول ما لقى زوج لقى حلقة وبنقول هنبعت الإهداءات، فكر فكر من غير ما يطلب منه في ناس تانية بقى. ما قاليش انت ما قلتليش النهاردة، فهو يروح يقول لها كل سنة وانت طيبة. اوعوا تعملوا كده عشان خاطري، اوعوا تعملوا كده ولا تعاتبوا، ارجوكم ما تعاتبوش. اللي ما يقلكوش كل سنة طيبين، ما انسوا، ما ت... ما ت... ما ت... ما تجرحوش، ما تجرحوش مشاعركوا تاني. يعني هي اتجرحت مره، ان الانسان اللي انت بتحبه مش فاكرك، فواضح ان انت بتحب حد غلط. فايه، فما تجرحوش نفسكوا تاني وتقولوا ايه، وتقولوا والنبي احنا عايزين كل سنه وانت طيب وحاجات كده. ماشي طيب، معلش النت عندي صعب شويه بس مش مشكله. قلت لكم هقول لكم بعد الفاصل عن حب تاني خالص في عيد الحب، لان احنا دايما ارتبط معانا عيد الحب راجل وست، لازم عيد الحب ده معمول عشانهم، مع ان كل حب في الدنيا، كل حب في الدنيا هو في عيد الحب، حاجه بتفكرنا كده بكل حاجه بنحبها، يعني كل الاشياء اللي انت بتحبها. لو بتحب عربيتك قوي قوي، انزل في عيد الحب كده، روح محطه البنزين كده واديها شاور جميل كده، وعطرها وحط لها عطور ومش عارف ايه وكده، وخليك اتبسط معاها مع عربيتك، مع الاشياء، مع الاشياء الجماد في عيد الحب. لو بتحبوا الزرع والورد والحاجات دي، روح اشتري ورد وزرع وكده وحطوه في البلكونات كده، وافرح فرح نفسك. عايزه اطلب منكم طلب على فكره. في الصين لقيت حاجه غريبه اول ما انا سافرت الصين اكتر من مره، وحاجة جميلة، واكتشفت ان هي في علم الطاقة، يعني هم هناك بيؤمنوا، انت عارفين بعلم الطاقة جدا. ما بيدوا وردة لحد هدية، لا يمكن يدوا لحد وردة كده مقطوفة خالص، بيدوا الوردة في الشالية بتاعتها. وقلت لهم ليه، يعني سألت خبيرة الطاقة دكتورة مها العطار، قلت لها كانت معانا في الرحلة، قلت لها هم ليه بيدوا الورد كده، قالت لي
طب اقول لك على حاجه بقى غريبه جدا، الورد اللي هو لما بناخد بوكيهات ورد مقطوعه كده اللي هي بتموت دي، دي بتقطع العلاقه بين الاشخاص، تخيلوا. يعني حتى احنا قلت لها يا نهار ابيض ده احنا ما بنروح المستشفيات بتجيب ورد، قالت لي اكبر غلطه بتعملوها، اكبر غلطه بتعملوها، عايز تجيب لحد ورده بدله بقى، بدل الورد اللي بتقعدوا تقطعوه وتموتوه، بتموتوه حرام، ما ينفعش تموت حاجه عشان تروحي تديها هديه لحد، تدي لحد حاجه ميته، ما هي برضه يعني هم برضه بيتكلموا في منطق يعني. جيب شاليات ورد فيها ورده، الله هتعيش معايا، كل ما يشوفها يفتكرك، وهتعيش الورده حياه، انت بتدي حياه بينك وبين الطرف الاخر. تعالوا نتعلم حاجات حلوه زيهم كده، بيعملوا الحاجات دي حلوه قوي. خلاص يبقى اتفقنا ان في عيد الحب السنه دي مش هنجيب ورد، ما تيجي ما تروحوش بتوع محلات الورده هيزعلوا مني، بس معلش في زرع اللي هو البامبو بتاع الطاقه الاخضر ده، ممكن تجيبوه ده حلو قوي، بتحطوه في ميه ده بيعيش. لكن ارجوكم روحوا المشاتل للزرع، هاتوا الورد في الشاليه بتاعته وادوا هدايا زي ما انتوا عايزين. والله حبيبي يا نور العين جاهزه يا استاذ ياسر فوزي. ها ايوه طيب تمام خلاص اوكي هناخدها. نطلع حبيبي يا نور العين يا استاذ ياسر، بعتنا للمدام وانت في شغلك في افضل مكان بجد، يعني ربنا يحميك يا رب. ونبعت دي لمرات الاستاذ ياسر فوزي، كل سنه وانت طيبه وعيد حب سعيد يا رب، ايامكم كلها سعاده. وانا تعالوا نسمع اغنيه حبيبي يا نور العين، وبيقول لي احب اهدي باقه ورد لمراتي ومنى وكريم ولادي، ربنا يبارك لكم فيهم. انا مبسوطه جدا ان انتوا يعني ما شاء الله الله اكبر عيله محبه، انا بحب ده قوي جدا يعني. طيب رسائلكم اللي على اليوتيوب المباشر زي ما قلنا، رامي محيي بيقول لي حلقه رائعه ويا ريت الحب يفضل بين الناس على طول مش في عيد الحب بس، يا ريت والله يا رامي، يا ريت يا ريت كل ايامنا تفضل حب وسعاده. والله اقول لكم احساس الحب ده بيخليك عارف تعيش، يعني دايما الناس اللي عندها ازمات في حياتها ومشاكل ومش عارفه تحل مشاكلها دايما تلاقيها غير قادره على الحب، تلاقي كل علاقاتها فاشله، لا تلاقي لها اصحاب ولا جيران ولا زوج ولا زوجه ولا حتى يعني قيمه الحب في حياتهم بايظه. فما بنقول لازم نبقى محبين مش عشان الله حب وعلاقه حب بتاع، لا انا يعني ما بتخيلش انسان عايش في الدنيا من غير علاقه حب، يعني مش لازم علاقة رجل بامرأة، لا علاقة حب حتى في الصداقة، يعني صديق يحبه أو يسأل عليه أو يتابعه ويبقى معايا يسمع كلام حلو، أنا مش متخيلة إن حد عايش في الدنيا كده إزاي يعني. جيرانه بيحبوه، أهله بيحبوه، علاقة إن هو بحب حد، يقول لك بتحبي مين؟ يقول لك ما عنديش حد، أصل ما فيش حد يستاهل إن أنا أحبه. طب ما يمكن المشكلة فيك أنت، ما يمكن هم نافرين منك، انت مش قادر تحب نفسك فمش عارف تحبهم، فدي كانت المشكله. ما هو مش معقوله كل الناس وحشه، يعني في ناس وحشه في ناس حلوه، لكن ما تقول مش لاقي حد يحبني يبقى المشكله فيك انت، حب نفسك بقى، حب نفسك كده وطبطب على نفسك الاول، وفضي نفسك كده من كل الحاجات اللي مش لطيفه والمشاعر اللي ممكن تتغلب عليك، تكون ضحكت على حد، بتغل من حد، حاجات اللي بتهري من حاجات دي، فضي نفسك كده وخد نفس عميق كده وشوف مين اللي يستاهل انك تحبه عشان كل الناس تحبك. طيب ياسر محمد بيقول لي يعني الغيره الزايده اكيد بتقل، انا عندي جوزي قفل عليا ما يروحش. مش عارفه مش فاهمه مش فاهمه يا ياسر، هو واضح انها رساله من واحده. برضو ياسر بيقول الو يا ياسر، ياسر ارقامنا على الشاشه يا ياسر، محتاجه اتكلم معاكي ضروري، حضرتك اتكلم على التليفون اللي على الشاشه، يا اما ابعت رسالتك على صفحه اليوتيوب يا اما صفحه سوريا الحبال على الفيسبوك. غنوه بتقولي بحبك يا سوني وانا بحبك يا غنوه، غنوه دي حد جميل قوي على فكره وصوتها جميل جدا جدا يعني ربنا. طيب هنتكلم النهارده، هنتكلم النهارده في حلقه عيد الحب، حابه اتكلم عن حب كل الاشياء، حب الوطن، حب الجيران، حب الأصدقاء، حب العيلة، حب الأشياء، حب الناس واحنا ماشيين في الشارع. امشي كده وزع حب، يعني الست الغلبانة اللي كانت محتاجة فلوس مني اللي وقفتني في الإشارة خيرتها أديها فلوس ولا أديها
قلب من القلوب الحلوه اللي انا جايباها النهارده دي. قالت لي لا خد القلب ده، فضلت ده، مع ان ده هي واقفه عشان تاخد فلوس بتبيع مناديل، فضلت ده لان بقول لها ليه، قالت لي لقيتك بشوشه معايا، لقيتك بتحبيني، ياه على الاحساس ده. مش عايزين هدايا خالص يا جماعه، بس امشوا طلعوا طاقه الحب على وشكم للناس، اعرفوا حبه. لازم نتعلم، هو الحب محتاج تعليم، اه محتاج تعليم ومحتاج تدريب. اول حاجه لما تلاقي حد الناس بتحبه كتير يقولك ايه، محبه ربنا بتنزله في الارض، اللي ربنا بيحبه بيحبب فيه خلقه. خلاص يبقى زي ما انا قلت لكم، عشان كده اول رساله قلتها بحبك يا ربنا. اما واحده بتقول لي الناس بتحبك كتير ليه كده ومش عارفه ايه كده، واحده كانت بتقول لي مره الكلمه دي، قلت لها دي رساله، عشان انا دايما بقول لربنا انا بحبك يا ربنا، انت بتحب ربنا، ربنا بيحبك، فبينزل محبتك في قلوب الناس في الارض. ده سر، سر الهي من الاسرار الكونيه، انك اما تحب ربنا قوي خلي كل الناس تحبك، تلاقي كده اتنين قاعدين زي بعض، الناس بتحب ده وبتكره ده، يقول لك اشمعنى؟ عشان ده بيحب ربنا فربنا حبه، حب ربنا ربنا يحبك الناس تحبك، خلصت الحمد لله. دي ازاي المحبة. تعالوا اقول لكم على حاجة عايزة اتكلم فيها الحلقة دي، لان واحدة سألتني قالت لي انا ما بكره حد بكرهه قوي، وما بحب حد بحبه قوي، ازاي اتغلب على الشعور ده، ازاي اتعامل مع الناس اللي بكرههم. قلت لها حاجه وسخرت من كلامي كده وحست ان كلامي ملوش قيمه، قلت لها حبيهم. قالت لي ايه ده، احب ناس بتكرهني، احب اعدائي؟ اه. قلت لها حبيهم، اتعلمي تحبيهم، بين لهم المحبه من قلبك، مش بين لهم المحبه رياء، اختلق لهم الاعذار. بمعنى دايما لما بلاقي حد يكن لي المشاعر الوحشه كده، دايما اجيب له الف عذر، اقول ايه ظروفه، الدنيا جايه عليه، ما هو مثلا شايفني انا بشتغل في مكان وهو نفسه يشتغل في المكان ده فده بيضايقه، يعني علاقاته بايظه وهو شايف علاقاتي مع الناس كويسه، فبختلق الاعذار فتخليني ما بكرهوش لشخصه. انا ممكن اكره طباعه، اكره طباعه واعرف اتعامل معاها اتجنبها، لكن ما اكرهش الشخص. مفيش حاجه اسمها انا بكره انسان، لان احنا كلنا اتولدنا على فطره ربنا كده، كلنا حلوين وزي الفل، مفيش حاجه بهدلتنا وكحرتتنا كده غير ايه التجارب، كل واحد ليه عذره. اه والله، حتى الناس اللي خارجه عن القانون، البلطجيه والحراميه وكده، دايما كان بطبيعه شغلي لما كنت اروح لهم الاقسام كانوا بيصعبوا عليا، دايما تلاقي وراهم قصص انفصال وهدم اسره، وام ما ربتش واب ما رباش. كنت احط نفسي مكانهم اقول ايه، ما انا لو كنت اتولدت في الشارع زيهم وماليش ام واب اكيد كنت هبقى زيهم، هتعلم منين؟ انت لما كنتش بتدي القيمه لابنك او بنتك مين هيديها له؟ ولا المدرسه كمان، يعني دول اتولدوا في الشارع، خلاص اخلاقيات الشارع، قوانين الشارع، وقوانين الشارع دي مفيش لا مبادئ ولا قيم ولا اي حاجه، فبيعملها معاك. هما دول الناس اللي كانوا طيبين، كان بيبي في يوم من الايام على فكره، الحرامي والبلطجي ده كان بيبي، كان طفل، كان جميل قوي، اللي هو تبص له تضحك له ويضحك لك ويعيط، كان زينا. تحول الى هذا الشخص بفعل بفعل اهله اللي ما تحملوش المسؤوليه. طب والنبي ده ما يصعبش عليك، ما يصعبش عليك ظروفه. اذا كل شخص يكن لك العداء التمس له العذر. دي روشتة صغيرة قوي عشان ازاي نقدر نحب الناس اللي بتكرهنا. هو مش بيكرهك انت، هو بيكره ظروفك اللي هي مش عارف ياخدها. طب ده بيحقد عليا، ما هو انت لو عملت كويس وقدرت توفر له حاجة من الحاجة اللي عندك دي هيحبك. ما هو احنا نقعد نقول ايه، مسك مسمار وجرح لي العربية، عندهم غل وكره عشان انا راكب عربية وهو لا. ما انت عشان تعمدت ما تفرملش وتعدي وتقول استنى كده كده بقرف، انا راكب عربيه انت ماشي على رجلك، لازم يكرهك. لكن لو وقفت وفرملت وارفع ايدي واقول له انا اسفه اتفضل، ياه ياه على وش الناس دي وهي بتبص لك وانا بعمل كده،
انا بعمل كده فرمله. هو اولا يمشي، مش انت اللي ماشي بالعربيه، انت جوه عربيتك ربنا سترك، لكن هو ماشي بقى في شمس في برد في مطر. هو ده الحب، هو ده حبك لنفسك وتخلصك من كل الحاجات الوحشه اللي بتديها للاخرين. بفرمل وبقول له انا اسفه، اتفضل، انت اللي اولى انك تعدي. تلاقيه ماشي يعمل كده كده لحنيلك، ويفضل باصص لك لغايه ما يعدي الشارع، باصص عليك بيكن لك، هو ما يعرفكش، لا تعرفه ولا يعرفك، ولكن انت اديته لقطه محبه، لقطه محبه وانت بتعدي. الست اللي هتقع مش قادره تطلع الرصيف وواقفه العربيات عماله تجري تجري تجري، ايه الدنيا مش هتطير مش هتطير. بفرمل وبقف وبنزل اطلعها الرصيف اعديها. ولا حبيبتي عايزه حاجه؟ طب اوصلك. ده مش عبط ولا هبل، دي محبه، دي محبه. ما ربنا يبقى ساترنا ومدينا الستر والصح، واحنا ما نتصدقش بيها، يبقى هتعيشوا ازاي؟ اما كل واحد محافظ على صحته وفلوسه ورزقه ومخبي وولاده عشان ايه بقى؟ والحسد والقر والحاجات الغريبه اللي احنا بنسمعها. وعايزين ربنا يكرمنا ازاي؟ ربنا يكرمنا ازاي؟ فلوسنا اللي ربنا بيبعتها لنا بنطلع منها صدقه وزكاة، ماشي؟ طيب اقول لك على حاجه بقى، من الاسرار الكونيه او اسرار الغنى مع النفس ومع ربنا، وجربوها وادعوا لي والنبي، كل حاجه فيك لازم تدي صداقتها، سترك لازم تدي صداقته، سترك يبقى لازم تروح تستر حد، امال هو صدقه الستر ايه غير ستر؟ صدقه الستر ستر. الفيديوهات اللي نازله اليومين دول وقلبه الدنيا على السوشيال ميديا، فرحانين فرحانين قوي، قلت لكم من فضلكم محدش يبعتها لي، مش عايزه اشوفها. دي عملت وعملت وعمل حرام عليكم ستر، انتوا بتعملوا كده وربنا ستركم، هي ربنا ما سترهاش. طلع صدقه سترك بستر الغير. اما تجيلك فضيحه اقفل ودنك عليها وعينك، طلع بص الله يسامحها الله يغفر لها، بتعيط بالدموع بتقول لكم سامحوني يا رب، ربنا ممكن يكون سامحها وغفر لها، وانتوا قاعدين تدبعوا فيها، واحنا كلنا اخطاء كلنا بلاوي. طيب صدقه الصحه، صدقه الصحه، انت صحيت من النوم الصبح تتنفس، اول ما فتحت عينك جبت الموبايل عمال تقرا، عينك شغاله ودنك سامعه، لسانك بيتكلم، رجليك بتتحرك، ايديك، قلبك بيدق، كل اجهزتك شغاله، هتصحى كده؟ هتصحى عادي كده؟ يعني ربنا اداك الهدايا دي وخلى انت نمت ونفسك لسه شغال وكل الاجهزه شغاله وتصحى كده في الدنيا عادي كده؟ هتقوم عادي بقى ونشرب القهوه والنسكافيه والسيجاره وننزل كده عادي واليوم يعدي ونرجع ننام ونصحى ولا اي حاجه ولا حاسين بحاجه؟ لا ما ينفعش. صدقه الصحه تساعد حد مش قادر يمشي لانك قادر تمشي، تساعد حد كفيف مش عارف يشوف لانك قادر تشوف، تساعد حد عايز يتكلم مش قادر يتكلم، تساعد تساعد. دي محبه الارض، دي محبه الارض. لو انت بتحب ربنا وربنا حبك وسترك واداك الصحه واداك المال واداك العيال واداك الزوجه واداك الزوج واداك بيت واداك اربع حيطان، كل فتفوته مش حاجه كبيره، فتفوته في حياتك ربنا اداها لك ليها صدقه. بس ربنا لما كلمنا قال لنا صدقه المال هونها علينا، لكن قال ولئن شكرتم لازيدنكم. ايه الشكر؟ يعني ايه شكر؟ اقول شكرا شكرا شكرا؟ لا، شكرا يا عيوني، شكرا على نعمه البصر، فلازم يبقى عندي بصيره، حاسس بالناس اللي مش شايفه، عارفة أخبي عيني واستر اللي عايز يتستر، أستر على وداني ما اسمعش حاجة عن حد، مش عايز أسمع. اتعلموا يقولوا لا مش هنسمع، تعالوا اعملوا حملة، والله لا مش هنسمع، لا مش هنشوف أي فضايح،
خليك كده حد. انا مره واحده احرجتني بقولها انا سمعت ان حصل كذا 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 الكلام ده من 15 سنه، 15 سنه، بنت خالتي اسمها نهله، انا بحييها في الحلقه، 15 سنه، بقولها ده انا سمعت كذا، قالت لي من فضلك، رغم ان احنا اصحاب جدا لكن احرجتني، فضلك مش عايزه اسمع، ده فلانه قالت لي مش عايزه اسمع، بس انا فاكره ان حاجه انا بقول حدث تسمعي، قالت لي مش عايزه اسمع من فضلك، مش هسمع حاجه عن حد، ولا تكلمي عن حد ولا تحكي لي عن حد، اتعلمت الدرس، بقيت زيها، مش عايزه اسمع، مش هشوف، ولو اجبرت ما بشوفش. دي محبه ربنا لينا ودقبنا في الارض، ودي محبتنا للناس. تعالوا بعد كام كلمه دول، انا عارفه ان انا طولت عليكم وتقلت عليكم الكلمتين دول، تعالوا نطلع الفاصل ده ونرجع تاني. وحلوه الدنيا مع سونيا، واستنونا. كل عام وانت حبيبي، كل عام وانت بخير، كل عام وانت نصيبي مهما في الدنيا يسير. كل عام وانت حياتي، كل عام وانت هواي، احساسي رجعنا تاني اعزائنا المشاهدين، وحلقتنا النهارده تعرفوا ايه عن الحب. ما زالت مشارككم معايا على البث المباشر على اليوتيوب، انا مبسوطه جدا ان انتم متابعيني، وميرسي على كل كلام الشكر اللي انتم بعتينه لي بجد، يا رب اكون عند حسن ظنكم دايما، واتكلم في الحاجات اللي انتم بتحبوني ان انا اتكلم فيها دايما، ونكون بنستفاد فعلا بجد. طيب، واحدة مش عايزة تقول اسمها بعتالي قالت لي انا ست متجوزة محتارة مع جوزي، مش عارفة اعمل ايه معاه، هو من الاول مش سايبني اتعامل براحتي، ماشي قافل عليا، وانا وصلت اني مش قادرة اكمل في حاجات كتير، بس انا بقول حاجة واحدة، اني مش عارفة اعمل ايه، انا مش عارفة اعمر، انا حاسة ان حتى ما بقتش حتى احب نفسي. انا هقف في كلمه كده، كلمتين انت كتبتيهم، مش سايبني اتعامل براحتي، مش فاهمه يعني ايه تتعاملي براحتك، يعني خنيق، زوج خنيق، هل ده معناها
لو طبعا انتي سامعاني، لو كده فسري لي اكتر يعني. وقافل عليا. ها غيرة. غيرة. ايوه بيقولوا لي في الكنترول انتي كاتبه قبل كده غيرة زيادة عن اللزوم فقافل عليكي. خنيق، انسان خنيق. بصي يا حبيبتي، عايزه اقول لك على حاجه. الحياه اساسها وده اللي انا بقوله النهارده، الحب. ايش اسمعي ونبي وركزي معايا قوي، عشان هقول لك حاجه مهمه جدا. اساسها الحب. وانا النهارده في الحلقه اتكلمت عن الغيره كده، قلت في فرق بين الغيره حدودها اللطيفة اللي احنا بنحبها، وفي فرق بين الشك. قافل عليكي بقى، احنا وصلنا، انا اسفة، لمرحلة الشك. قافل عليكي اللي هو بريح دماغي، هو انا لسه هقعد اشوف هتكلم مين وما اتكلمش مين، ومين يعكسها مين؟ لما اقفل عليها بالمفتاح واحبسها في المعتقل 20 سنة 25 سنة لغاية ما تبقى جدة ومحدش يشوفها اصلا، وريح دماغي. في كثير من الازواج كده، تبقى غيرة وأنانية وكل حاجة في الدنيا. هو بيخرج وبيعيش حياته وبيشوف الدنيا وبيشوف الكون، لكن مراتي قافل عليها مريح دماغي لأن أنا شكاك. دي مش غيرة، شكاك. طيب هتفضلي كده، هتفضلي كده، طبعها مش هتتغير، طبعها مش هتتغير. ومعلش، من فضلكم الناس اللي بتسمعني، اللي بتقعد تتهمنا لما بنتكلم في العلاقات الأسرية، يقول لك انتوا بتهدوا البيوت، انتوا دي واحده ميته. انا ما بهدش بيت، خلينا نتفق. واحد تاني هيقول لي ايه يعني الحق علينا بيحافظ عليها؟ هو انت كده محافظ عليها؟ انت شايف ان انت كده محافظ عليها؟ يعني انت تخرج مع اصحابك وتروح في كل حته وتتفسح وتشوف الدنيا؟ يا اخي ده الواحد ساعات بيتخنق عايز يشم هوا، مش هيشوف حد، حتى اللي في البيت عايشين معاه مش هيشوفه، مش بيكرهه، اتخنق، عايز يمشي حوالين البيت كده، تشوف هوا، تشوف ورد، تشوف زقت، تصلح نفسيتها وترجع تاني. يعني ايه اقفل عليكي وامشي؟ مش فاهمه يعني ايه. هو كرسي خايف يتسرق؟ انت عملتها كده كرسي ترابيزه كنبه خايف عليها من السرقه؟ لا، دي حياه، دي كائن. على فكره انت ممكن تكون بتحبها جدا جدا، بس حب بجنون، حب مرضي. ممكن تكون بتقول لها كلام حلو قوي على فكره، وعلاقتك بيها جوه البيت كويسه جدا، وبتقول لها كلام حلو وجايب لها فساتين وجايب لها كل اللي نفسها فيه وبتجيب لها هدايا ذهب. انا ما بتكلمش على كل ده خالص خالص، بتكلم على حياتها. يعني هي حياتها هتبقى هي بره بس، مش كده، ما تفهموهاش كده، مش عايزه الرجاله يفهموها كده، لكن حياه كامله. اشمعنى انت ما بتقعدش 24 ساعه في البيت؟ اصلا انا راجل. اما ابني قال لي الكلمه دي على فكره انا زعلت منه. يعني ابني اللي في كليه لما بيقول لي هرتبط وهتجوز، وبعدين بيقول لي انا هخرج، انا مفيش ست تقعدني في البيت. قلت له اوكي انت هتخرج وهي هتخرج. قال لي لا، ما عنديش ستات تخرج. قلت له ليه؟ قال لي عشان انا راجل. قلت له يعني ايه انت راجل؟ قلت له يعني ايه انت راجل؟ ها ثاني. ماشي. بقيت الرساله بتقول قافل عليا من اول يوم جواز بس الاولاد. ده بقيت رسالتها هكلمك فيها. خليني بس اقول الكلمتين دول وبعدين اقول لكم على موضوع الولاد. قلت لابني كده، اهو ابني ولد مش بنت. يعني انا مفروض الام ولدها، يعني لو بنت تبقى مع البنات ومع الولاد. لا، قلت له هتخرج هي هتخرج، ايه المشكله؟ ما دام انت عارف هي رايحه فين وجايه منين وقعدة مع مين، ده حقك. انا اما احبك واجبي عليكي ان انا اعرف انت رايحه فين. طبعا مش هنصلك من الحق ده حقك، ومش حقك عشان شاكك، لا، حقك عشان خايف عليها. الله الله على مشاعرك، خايف عليها، خايف. لازم تبقى عارف مراتك فين، حصل لها موقف، حصل لها مشكله، هلجأ لك. ما ينفعش اتفاجئ ان مراتي في مشكله وانا ما اعرفش. بس خرجت زي ما انت بتقعد مع اصحابك، اقعد مع اصحابي. زي ما انت بتروح لاهلك، اروح لاهلي. مش لازم حضرتك طول النهار والليل بره وهي ما تحب تخرج لازم تخرج معاك. ليه ما بتحبنيش؟ هو انا مش مكفيها؟ لا، مكفيها يا سيدي،
بس اشمعنى هي برضو مش مكفياك؟ يعني اعطوا النار في البيت لا هتزهقوا من بعض، لكن ارجوكوا عيشوا الحياه زي ما انت عايش الحياه، عيشها الحياه. الكلاكيع والمعتقدات والخزعبلات دي معرفش في عقلنا ليه، هتعمل ايه يعني ما تخرج؟ ما انت عارف هي فين وقاعده فين، هيجرى ايه في الدنيا؟ حياتك هتتخرب، بيتك هيتطربق، ولادك مش هيتربوا كويس، لان دي ست مش عارفه تتصالح جوه نفسها، بتعاني معاناه، عايشه في معتقل، بتقف في البلكونه تحسد الناس اللي ماشيين في الشارع، الله يبختكم، بتحسد القطط اللي ماشيه في الشارع عشان واخدين حريه، بتحسد العصافير اللي طايره في السماء علشان واخده حريتها، وانا محبوسه فوق بطبخ واكنس وامسح واعمل لك هدومك واكويلك واغسل لك واذاكر للعيال وقافلين عليا. ده اللي بتساعدنا في البيت يا اخي بتخرج وتيجي. يعني واحده قاعده ببلاش يعني، ما انا اسفه للكلمه، ازاي يعني ازاي؟ ايه اللي غيران دي؟ ما تغير. غيرتك مش قادره عليها انفصل عنها، معلش انا اسفه. تعالى بقى الكلمه اللي بعدها اللي قالتها لي، بس انا عشان الولاد، مالهم بقى الولاد؟ عشان انا الكلمه دي قلت فيها كتير قوي. لو الولاد عايشين تحت سقف ام واب، اب بيغير لدرجه الشك ومعايش امهم في معتقل وهي بتقول لي انا حتى ما بقتش احب نفسي، انت بتعملي ايه مع اولادك؟ اما انت ما تحبيش نفسك هتدي ايه لاولادك؟ انا اسفه ان انا كلامي تقيل عليكي، بس صدقيني صدقيني انا بنقذك، انا بنقذك من الحاله اللي انت فيها، لان اخرتها مش حلوه، اخرتها مش حلوه. اعضاء جسمك كلها هتشتكي من حالتك، قلبك بيتعب اول حاجه، عقلك مش بيستوعب، تبتدي تجيلك امراض وحاجات بعد الشر عليك، ربنا يديك العمر والصحه مش عارفينها. الجسم والبني ادم والكيان ليه راحته وليه حريته، الحياه مش اكل وشرب ونوم وبس، كل حاجه في جسمنا محتاجه غذاء، غذاء عقل، غذاء روح. انا محتاجه اسمع اغنيه وموسيقى لوحدي ومش عايزه حد يقعد معايا كده، اقعد في استرخاء كده اسمع موسيقى ومش عايشه في حد. مش معنى كده ان انا بكره اللي عايشين معايا في البيت، لكن باخد اجازه من نفسي، من نفسي عايزه اقعد مع اصحابي، عايزه اقعد مع اصحابي مع صحاباتي، عايزه اتكلم في حاجات براحتنا، نفضفض لبعض. الله عليك لو هي عملت كده والله العظيم هتلاقي واحده تانية خالص. صدقني انا بهيئ لك مراتك انها تدخل بيتك تسعدك وتسعد ولادك. انا مش بقول كده من باب الرفاهيه والحريات بقى والكلام اللي هيتقال لي، واصل بتنادي من حريه المراه والحاجات الكتيره، خالص خالص. زمان في بيوت زمان هتقول لي اهالينا ما كانوش بيخرجوا، لان كان زمان كان بيت عيله، جدي فوق وجدتي تحت ومش عارفه ايه، وعمتي وخالتي والبيت اللي قدامي، وبنزور بعض وقاعدين بنطلع طاقتنا. اهالينا زمان مع الناس اللي حواليهم كانت علاقه الجيران قويه قوي، اللي هي كانوا حتى كان يجيبوا لك مشاهد واقفين على السلم واقفين في البلكونات يكلموا بعض. الدنيا تطورت واحنا بعدنا ما بقناش نعرف، لا فبقينا نروح النوادي. ايه يعني ما تروح النادي مثلا؟ ده قابل صحباتها مع واولادها في التمرين. ايه الخنقه دي؟ ليه انت مين انت عشان تخنق الخنقه دي؟ انت ترضى حد يعمل معاك كده وتقول له انا راجل؟ ازاي يعني؟ ايه راجل يعني؟ مش فاهم يعني ايه، نفسي افهم معنى الكلمه دي. يعني انا راجل اصلها ست؟ لا انت راجل، خليك رجل، ادي لمراتك الحريه في اطار محترم وشرعي وجميل، وانت عارف هي فين وجايه منين ورايحه. انت بتقولي لي انا عايشه عشان الولاد، وانا عارفه ان ولادك انت مش عارفه تعملي لهم حاجه لانك تعبانه، لا عارفه تتكلمي مع حد من ولادك. انا شايفه المشهد، ولادك هيطلعوا ناس مش سويين. كلامك كله صح صح، انا عارفه والله. انا عارفه لان المشاكل دي عندنا كتير يا حبيبتي، وانا عارفه اخرتها. فلو سمحتي خدي مني، خدي مني الحل الاخير يعني، وافتكري كلامي، ارجوكي اقعدي معاه، ولو في حد بيثق في كلامه بعيد عنك ممكن يبقى حاضر القعده، عشان انتوا الاثنين ما تشتبكوش مع بعض، لان واضح ان هو شخصيه عنيده شويه. لو في حد مشترك بينك وبينه بيرتاح له خليه يقعد معاكوا، وقولي طلباتك، قولي طلباتك. انا عايزه اخرج
مع صحباتي، عايزه اروح النادي، ولادي معايا او ولادك في تمرين النادي، حضرتك عارف انا هبقى مع مين، رايحه فين وجايه منين، حضرتك زي ما بتخرج وبتروح وبتتنفس وتاخد طاقه وترجع لي البيت تاني، انا عايزه طاقه وارجع تاني في اطار محترم. من فضلك انا عايزه 1 2 3 4. وافق كان بها، ما وافقش ارجوكي ما تقوليليش عشان خاطر الولاد، ارجوكي ما تقوليليش عشان خاطر الولاد، لان انا شايفه انت دلوقتي مع اولادك ازاي، وشايفه ان اولادنا لو ما تربوش في جو سوي، الام مرتاحه ومحبه وكله متصالح وجميل ومحبه لنفسها فبتحب الاخرين، وانت بتقولي لي ما بقتش احب نفسي، فانت مش هتحبي حد بما فيهم ولادك، مش هتقدري تديلهم حاجه، يبقى بنعمل كات، تحمل تبعات لا اللي انت هتقولها، لو تقدري وتستطيعي انك تنفصلي بدون اي مشاكل، تاخدي ولادك وتنفصلي بدون اي مشاكل عشان تحبي نفسك، اعمليها. هو انت يا استاذه بتدعو للطلاق زي ما الناس بتدعو للطلاق؟ انا ما بدعوش لطلاق، انا بدعو للحياه دي واحده هتنتهي بيها المشكله لحاجه مش كويسه، دي واحده بتقول لك انا كرهت نفسي حتى جواها ما بقتش تحبه، فانت منتظر منها ايه؟ انا اسفه انا طولت في الرساله دي، بس بجد انا عارفه حاسه بالمعاناه دي لانها مش تافهه ومعاناه كبيره جدا وبتموت اي حد، لان دي ده مش حب، دي انانيه، ده امتلاك، ده حاجات كتيره قوي قوي، ده مش حب خالص. طيب هنرجع لعنوان حلقتنا النهارده، تعرفوا ايه عن الحب؟ نعرف عن الحب ان احنا لازم نحب نفسنا عشان نحب الاخرين. نعرف عن الحب ان الحب مش كلمه، الحب افعال. الحب ان انا اقف جنبك، الحب ان انا اشوف ازمتك واعرف ايه واقدر احلها، الحب ان انا امشي اوزع حب، ادي حب لكل الناس، الحب ان انا احب ربنا قوي واقوم كل لحظه كل حاجه بتعملها بحبك يا ربنا، ربنا قولوا لربنا رسائل حب، انا بحبك يا ربنا. انا ساعات والله اقف في البلكونه وابص للسماء اقول له انا بحبك قوي يا ربنا، قوي قوي، لو مسموح لي ان انا اقول كده هقول انا بحبك قوي يا ربنا، انا بحبك حب فوق كل الوصف. انا عارفه ان احنا لينا اخطائنا ولينا زلاتنا ولينا ولينا لينا، ولكن بنطمع في حب ربنا. احنا بنحب اهالينا قوي، بنحب امهاتنا وابهاتنا لو معانا او مش معانا. خلي برك بابوك او امك حتى لو مش معاك، حتى لو غدروا الدنيا، خلي برك بحبهم، تصدق وافتكرهم وجيب سيرتهم بكل حاجه حلوه. حب الاصدقاء اجمل حاجه في الدنيا، هو وتواصل معهم. حب الجيران، حب الاهل، حب الشوارع وحب البيوت، امشي خليك محب، خليك محب في عيد الحب. ارجوكوا اوعوا تقتصروا في عيد الحب على المرتبطين والمخطوبين والمتجوزين، خلوا النهار السنه دي عيد الحب مختلف، خلي كل كلمه حب قوليها لكل الناس، اسعوا كل الناس. واقول لكم وصيه ثانيه، الحاجه اللي انا قلت لكم عليها قبل كده عشان اللي ما سمعنيش، زي ما شفتها في الصين، ارجوكوا ما تجيبوش ورد واحد بيموته وبيحطه لك في بوكيه ورد وتديه لحد، الورده الميته دي مش كويسه خالص، مش حلوه. ادوا الورد في شالية الورد، ادوا لهم ورد حية فيها حياة، خليهم كل ما كل يوم هما بيسقوها كده يبقوا فرحانين قوي، كل يوم تطرح وردة وتفضل العلاقة جميلة بينكم. يا رب يا رب يا رب دايما علاقة حب وود وسعادة، يا رب دايما كل يوم يبقى أعيادنا كلها حب وسعادة ووفاء وإخلاص وأمانة ودفى وكل حاجة حلوة ليكم كلكم في عيد الحب. أنا بحبكم قوي 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 أكتر من الدنيا دي كلها. يا رب على قد محبتي ليكوا تكونوا بتحبوا بعض، يا رب كده نفضل في علاقة حب ومودة جميلة. وانا كنت فرحانة قوي جدا النهاردة بمشارككم، سواء على اليوتيوب على البث المباشر، سواء على صفحتي، سواء على الواتساب اللي الرسالة بعتوها لي. انا اسفة لكل حد ما قلتش رسالته النهاردة، ان شاء الله ممكن اقولها الحلقة الجاية لو انتوا عايزين تبعتوا اهداءات لحد وقعت من النهاردة. كل سنة وانتوا طيبين وعيد حب سعيد. انا جبت لنفسي الدبدوب والقلوب والحاجات الحلوه دي، لو ما لقيتوش حد يقول لكم
سر في الدبدوب ده، خلي بالكوا الدبدوب ده انا بقعد ساعات اكلمه واحبه وعكسه كده، واقول له انت جميل وحلو، وساعات بدل ما اقعد اكتب مشكلتي في ورقه اكلمه واحس ان هو بيكلمني وكده وجميل قوي. عشان كده بقول لكم الدباديب دي ليها سر، لو احنا كده قعدنا نتكلم معاها، لو انتوا ما لقيتوش حد تتكلموا معايا لازم تتصرفوا، ما ينفعش ايه تفضلوا قاعدين كده من غير ما تلاقي حد يقدركم ويهتم بيكم ويحبكم. كل سنه وانتم طيبين وعيد حب سعيد، واستناكم يوم الثلاث الجاي ان شاء الله الساعه 11 في نفس الميعاد في حلقه جديده وحلوه الدنيا مع سونيا. توحشوني كتير، باي. مصر البلد، تحية كبيرة ليكي، يا رب للأمام دائما. مصر البلد لكل البلد. مصر البلد لكل البلد. بشكر قناة مصر البلد، وبتمنى دائما ان هي تبقى من القنوات اللي بتحظى بنسبة مشاهدة مرتفعة، وكل التوفيق. جمهور مصر البلد بحبكم قوي، يا رب تكونوا مبسوطين معانا النهاردة، وببارك لمصر البلد على كل مجهوداتها وبرامجها الحلوة، وان شاء الله قناة تكسر الدنيا. منورين، وانا مبسوطة جدا اني معاكم دلوقتي، ويا رب دايما من احسن لاحسن. انتظروني وانتظروا كل جديد على مصر البلد، بحبكم جدا، باي. مصر البلد لكل البلد. حبيبتي مصر البلد، السادة المشاهدين كل سنة وانتم طيبين، ويا رب تتابعوا مصر البلد دايما وتعرفوا كل اخبار الفنانين وكل الاخبار الجديدة. اقول لقناة مصر البلد اتمنى لك النجاح دائما والتوفيق دائما، ودايما تعرفي تلمي كل جمهورك حواليكي ويبقوا، وتعرفي تعملي مليار متابع وتكوني القناة الاولى ان شاء الله. بقول جمهوري على قناة مصر البلد بحبكم جدا، واتمنى اكون دايما عند حسن ظنكم. مصر البلد لكل البلد. شعور بتحبيه، حلم بتتمنيه، احساس بتلف العالم بيه، وبلمسة واحدة بتعيشيه، كل بلد تاخدك وياه، سر جمالك دايما معاه، رقة ونعومة، ريحة فيينا وعطر